صارت أمنا نصر المؤمنة لأهل الله. يا صاحي أمنا لزيارة أمنا نصر المؤمنة لأهل الله. ومن حدا نضعنا لها نبذل أسعنا نصر المؤمنة لأهل الله. لا تغشى الفاقة والشدة والعنا زور فيها حبورك إبليسك العنا. وهو الأمارة في نحر وطعنا الدنيا الساحرة للشر تدعنا. ونفوسنا الغايمة للأمر تسعنا في حدودنا وشرعنا عين الله درعنا نصر المؤمنة لأهل الله. يا صاحي أمنا لزيارة أمنا نصر المؤمنة لأهل الله. سنة بالأمنا لنفوس لطمنا نصر المؤمنة أحمد رسولنا سيدادا وأمنا. وبه نتمنى في سلكه يضمنا في حزب الخير بالرحمة عمنا. نزعت بزيادته في الروضة لمنا ونزور أصحابه نبلغ كل المنى للحج الوافي ونعيد في منى. وبه نتأمنا ويزعد من أمنا نصر المؤمنة لأهل الله. يا صاحي أمنا لزيارة أمنا نصر المؤمنة لأهل الله. ندعوك بالأربعة والكتب الأربعة نصر المؤمنة لأهل الله. بالصور المية والعشرة أربعة بالملائكة الستة والكرم الأربعة بنبينا محمد والخلفاء الأربعة والستة البعد والأئمة الأربعة والفقهاء السبعة والطلبة الأربعة أوتاد الأرض في الجبل الأربعة أبدال والنقبة العشرة في أربعة. أحفظ جوارحي ثلاثة أربعة وتجافى المضجع جنوبنا الأربعة. سين برد الجسم في ضبايع الأربعة. بارك أسبوعنا ليوم الأربعة. أيام السنة تسعين في أربعة وبحرنا السابعة وانحرنا الأربعة. نسلم من أربعة ونحشر مع أربعة نصر المؤمنة لأهل الله. يا صاحي أمنا يا زيارة أمنا نصر المؤمنة لأهل الله. لا تجهل أمرهم في مصر أمرهم نصر المؤمنة لأهل الله. هم آل البيت الواضح سرهم سور بمحبة تشرى من نرهم. أبذل أموالك لجناهم برهم دايما وليهم لتنال برهم.
سيد الحسين الناس أسير درهم ابن الحنفية ومحمد بدرهم قل زيد الأبلي الباغي غرهم مع حسن الأنور الفعل سرهم إسماعيل ومحمد الشايع ذكرهم صالح والحنفي الفايح عطرهم لعلي زين العبدنا حبرهم جحفر الصادق مع موسى صدرهم أستاذنا الباغر في العلم بحرهم في البحر وبرهم لله درهم نصر المؤمنة في أهل الله يا صاح أمنا يا زيارة أمنا نصر المؤمنة في أهل الله أدعوك بسيدتي هي زينب عمدتي نصر المؤمنة شمس الحق السيدة عفيستي يا بحر العلم وغفرت نصرتي وبعين الحكمة فاطمة النبوية بذخيرة الأمة السيدة سكينتي وبذات البهجة السيدة عيشتي وبعقدة السيدة غيادي وجميع من تنسب للسيدة جدتي زوجات رسولنا لا سيما تسعتي العابدات ربع العدوياتي لا تنسى سودة وامن الرملياتي قولوا محسان وهي الكوفياتي قول أم الثور واذكر ميمونتي قول أم الأسود لا تنسى بيضتي اذكر حبيبة واذكر شعوانتي ندعوك بهن إصلاح ذريتي نفسي وأحبابي مع سائر إخوتي في العسر ومرضي أكشف له بلوتي عافي لجواري بل فرج كربتي ثبتني لأدفع أعدائي بالتي هي أحسن واجعل بهن نصرتي حسن لي حالتي وتكو صادقة مقالتي نصر المؤمنة في أهل الله يا صاح أمنا لزيارة أمنا نصر المؤمنة في أهل الله أدعوك يا الله بجميع عباد الله نصر المؤمنة في أهل الله دانيال ولقمان حلال حكمة الله وأبي الدرداء ووكيع ولي الله وإمامنا الشافعي الأحياء دين الله الشيخ البدوي الوارث نبي الله الرفاعي أحمد بوار رسول الله ودسوق الحايم دوما في حب الله والشاذ لسيدي وخليل من الله والعارف ابن أبي جمرة عبد الله جابر وبشري المغرب عند الله وأبي العباس المرسي ذكر الله ثم البصيري مع
مادح رسول الله يا بوت العرش مع أولياء الله الأربع عشر القصون سر الله وبصحب الحكم وابن عطاء الله والوفا والغامر على ما رجال الله وعلي الخواص والبكري خايف الله سيد الشعراني الناشر علم الله الشيخ الحفني الدردير بضب الله ثم السيوطي والمحلي من تحلى لا تنسى الصاوي مفسر كتاب الله ثم القناوي صعيد كنز الله بيجاهم يا الله زل عننا العلا نصر المؤمنة في أهل الله يا صاحب أمنا يا زيارة أمنا نصر المؤمنة في أهل الله صلوات تسرح على الخير قطب الراحة نصر المؤمنة في أهل الله توصل ضريح عنه لها تبرح تذكرنا عنده وأحوالنا تشرح بالفز تأتينا وصدورنا تشرح تقول يا برعي ليه مباك أطرح أكملت علاجك غير حقنا ومشرح ومواصلاتك في السكة مصرحة بالعافية أفرحة لبلادك أفرحة نصر المؤمنة في أهل الله يا صاحي أمنا يا زيارة أمنا نصر المؤمنة في أهل الله يا صاح أمنا لزيارة أمنا مصر المؤمنة بأهل الله.